السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، نكمل محاضرتنا السابقة اللي كانت عن الاتصال غير اللفظي. تكلمنا عن النقطة الأولى اللي هي الأولى اللي انتهينا من عدها، والآن رح نكمل القسم الثاني. القسم الثاني من الاتصال غير اللفظي هي لغة الحركات والأفعال، وهي لغة الجسد التي يمارسها الإنسان ويقصد أو بقصد أو بغير قصد، لأنه يوصل رسالة معينة إلى الشخص المقابل أو المستقبل بقصد أو بغير قصد، وذلك لينقل إلى الآخرين معنى ما يريد إيصاله لهم. ويعتبر من فن القصص من أشهر تلك الوسائل التعبيرية. بالنسبة للنقطة الثالثة في الاتصال غير اللفظي هي لغة الأشياء، ويقصد بها كل ما يستخدمه الإنسان بهدف إيصال معنى ما إلى الآخرين، مثل ارتداء الملابس أو وضع علامات أو إشارات واختيار وقت.